اليوم بدنا نحكي عن آخر مشروع تم طرحه من شركة دار العقارية في جزيرة السعديات. الجزيرة يلي بتضم أهم متاحف العالمية، متحف الشيخ زايد الوطني، متحف اللوفر، متحف جوجنهايم، والبيت العالي الإبراهيمي. والمشروع بتكون من غرفة إلى ثلاث غرف نوم بإطلالات مميزة ومختلفة، بأسعار تبدأ من 2,300,000 درهم إماراتي فقط. لتعرف أكثر عن ميزات المشروع، سجل اهتمامك، تواصل معنا.